مي مغبون مغبون غبينا جينا في داري وانا مسجون المرمس هلا ليا وطنبا هي والفار تولوا في الدار جبت لهم قطع الظهر وتقول حرجهم فيا اكلوا لي زوج سراوي لتريك وقمجي حمراء وعشرج في البرميل جابوا فايت 400 والمشتى والنوط طيح والقيس اطفال المريح من راسي مانيش مليح نهبل اخويا ونس بين فيلات وانا ساكن عش هجات وما عندي شو محتاج ولحقيت وقويا والما مكاش ونجريه غير نشرم ما نغسل بيه وحدة الريحة جينا فيها منين طول في البتية اولادي مرضوا من القصدير تي كيفاش ندير كل مرة نفوط على مير كي يركب يسمع فيا وقالوا ناديرو دوما داعش بالعادات هما كرهو ذي العادات بالشؤوف الولاية الولي والرئيس خاطيه قاع المير الله يهديه اللي مد يعطيه المسك الروح ناحية او لا ميديتي والناموس وحد الحياة كل خنفوس عييت النشب توش وكلها وصبح حية البطلة ما طارت ليش نخمم كيفاش نعيش عم الاول ذا القائس كنت نخدم العولية او راني نخدم عند الشعب كدلوني انا بالتعب قال لي ريق ابو الله شور عليا او هذا التجر بوضريس خلق ربي في ذا القائس ودريت ما باقيش من سدات الحرية ويا امرا للنوضي فيا يا وانا خاطيني العراس يا ويا امرا من اللي ثم الدنيا انا من اللي توشاب الراس يا قاسي يا رجل اهديك يا وروح اقضي لي ماذا بيك يا وخير من الروح وخليك يا وتقول كرهتني بنت الناس حوجي انا هيقل لي البايعيش ها حوجي انا هالمسكين بايعيش يا وقالت لي جيب اللحظة وزيت يا وانا كرهت من هذا يا بلعاني نقول نسيت ها وانا دراهم ما في جيبي ها حوجي انا هيقل لي البايعيش ها حوجي انا المسكين بايعيش او صحب تقطع بيت القطع ها وجيب البصلة والبطاطا ها وجيب البصلة والبطاطا يا ابو